بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة مريم رجوي المجاهدة المناضلة في سبيل الحرية والحق. السيدات والسادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الشعب الأردني وباسم البرلمان الأردني جئنا اليوم لنكون معكم متضامنين مع حركة مجاهدي خلق، متضامنين مع مجاهدي خلق التي تسعى نحو الحرية ونحو العدالة ونحو الوقوف أمام الاستبداد. نعم، هذه المنظمة المجاهدة التي بدأت طريقها منذ عهد الشاه لتقول لا للظلم والاستبداد وقهر الشعوب، ثم وقفت كذلك أمام النظام الملالي، النظام الذي رفع الدين ستارا للظلم والاستبداد كذلك، فوقفت منظمة مجاهدي الخلق لتقول لا للظلم والاستبداد وإن كان باسم الدين. نحن نقول الدين لا يقبل العنف ولا يقبل الظلم ولا يقبل الاستبداد ولا يقبل كبت الحريات، وإنما يقول نعم للحرية، نعم للعدالة، نعم لإيران حرة والشعب الإيراني حر فيها. أما أولئك المجاهدون الصابرون الذين كانوا في مخيم أشرف لاجئين، كان لابد من حمايتهم وفق اتفاقية جنيف، فقد تكالبت الدنيا عليهم وأصر النظام الإيراني على ملاحقتهم ومطاردتهم، ثم طردهم النظام العراقي نظام المالكي إلى مخيم ليبرتي أو معسكر ليبرتي الذي يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة. نعم يضطهدونهم، ومع ذلك ومع الأسف فإن الغرب والحكومة الأمريكية مسؤولة عن حمايتهم، لكنها وفق نفاقها مع النظام الإيراني لا تفعل شيئا أمام ما يتعرض له اللاجئون في مخيم ليبرتي من قتل وضرب وتنكيل. هذه مأساة جئنا لمناصرتها، فتحية إلى أهلنا في ليبرتي، تحية إلى المجاهدين في أشرف وليبرتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.